وسط الفرحة ما غاب اللون الأسود عن غلاف حساب جلالة الملكة رانيا العبدالله في إنستغرام، وخلال الأسبوع شاركت جلالتها مقطعين مصورين بمحاولة لإظهار جانب من العدوان اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على أصحاب الأرض. الفيديو الأول من حساب منظمة الصحة العالمية، وهو مقطع مصور لمدرسة مدمرة مع منشور للمنظمة قالت فيه: هذا ما تبقى من مكان مدرسة في مخيم جباليا شمال غزة، والآن ليس أمام العائلات المنهكة خيار سوى البحث عن ملجأ بين هذا الركام، لا مياه جارية ولا تدفئة ولا كهرباء. المقطع الثاني هو منشور من حساب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، واللي قدم فيه دريك مورلاند أحد العاملين بالمكتب شهادة عن الأحداث في غزة. مورلاند حكى إنه ما شاف مثل هاي المعاناة القاسية بأي مكان اشتغل فيه بالعالم.